استاذ محمود، الفيلم والتمثيليه مش اللي بيعملها المدربين واللاعبين في النادي الاهلي، او يعني اللي بيتقال عليهم ان هم بيعملوا كذا، ولكن الفيلم والتمثيليه ما اعرفش انا بسميها فيلم او تمثيليه، وانا هاخدك لنقطه اخرى اللي هي اللي بيحصل في موضوع المؤجلات، وان انا عايز اجل ماتشات معينه. يعني انا مثلا النادي الاهلي من يوم 2، انا لسه قايل في الموضوع ده، من يوم 2 ليوم 12 في 10 ايام هيلعب 4 مباريات، ما عنديش مشكله. بلدي عايزه اللاعبين ياخدوا لاعبين منتخب الاولمبي يسافروا من عندي، ما عنديش مشكله، او هلعب بما ان ده مصلحه عليا، تمام. ولكن في نفس الوقت انا كل اللي محتاجه ايه؟ العداله. العداله داخل الملعب وخارج الملعب. انا هلعب من يوم 2 ليوم 10 ليوم 12 4 مباريات، والمنافس هيلعب نادي الزمالك هيلعب 3 مباريات، وبيحاول ياجل المباراه اللي في النص اللي هي يوم 9. طب وبيراميدز اتاجلت له مباراه في الكاس نظرا لوجود 2 لعيبه على ما اعتقد في المنتخب الاولمبي في طوكيو. خليني انا اتكلم عن يعني عن عندما مع حضرتك، يعني دي برده حاجه غريبه برده. ايوه يعني الاهلي حتى لما خد قرار قال يا جماعه انا مستعد ان انا العب مباراتين في الدوري، اللي هي كانت على ما اعتقد سيراميكا والبنك الاهلي، مش عارف المباراه الثالثه، بدون لعيبه المنتخب. مظبوط، ماشي، على المصلحه الاولى. هو ده من وجهه نظري يعني قدر البطل. ايوه البطل طول عمره بتاريخه لما نرجع ما بيوقفش على لعيب، ده ما بيوقفش على فريق كامل، ده 16 لعيب وجاب ناشئين عمل كسر الدنيا وعمل مفاجاه محش اللي قاعدين في الملعب مش مصدقين ان هو ده مين اللي بيلعب ده. يعني عاوز اقول لك ايه، الناس اللي مش حافظه التاريخ، لانه أيوة. الاهلي كبطل بيستمد قوته من تاريخه. مظبوط، ملوش تاريخ، ملوش حاضر ولا مستقبل. فاللي انا عايز اقوله لك انه لازم يتعمل عليك نوع من الضغط ومحاولات التشكيك، بدليل انه بدا يشكك في كل المدربين، وده احنا تناولناه برساله قطعه، وكنت اتمنى يكون في استجابه من صاحب احمد مجاهد للدفاع عن بطولته وعن سمعه البطولات في مصر، انه ما يصحش الكلام اللي بيتقال ده، لانه المفروض يبقى في موقف ويحاسب كل من يحاول التجريح او التقليل او الاساءه لمسابقه الدوري او حتى بطوله. حضراتكم حطيتوا الحلول كمان، قلنا وطرحنا وقلنا والكلام ده، ونتمنى يكون الكلام ده حاضر. لكن انا شايف النهارده في رؤيه النهارده يا كابتن اسلام، ماتش النهارده درس مهم جدا للاعيبه الاهلي وللجهاز الفني وللفريق وللجمهور. 100%. ليه؟ اولا اكتساب خبرات مهم جدا، لانه الفريق ما تعرضش لموقف زي كده على مدار المسير، انك انت تبقى يعني متقدم ثم تتعادل ثم يصاب مرماك بهدف ثم تعود رغم الضغوط اللي عليك. يعني ايه، انت برضو الجديد عليك انك انت خدت بطوله افريقيا اول مره تحصل، كان بتاخدها دايما في نهايه موسم. مزبوط. او بدايه موسم لسه جديد في شهر 11 كان لسه الموسم الجديد شغال، لكن انت كده في قلب الموسم، فعاوزه قدرات ذهنيه ونفسيه انك انت تحافظ على ان اللعيبه يفرحوا وما يخرجوش بره الاطار ويقعدوا مره ثانيه البتاع ده. النهارده درس ليهم، واعتقد مهم جدا انه يا جماعه لا، المسألة خلاص، صب الأفراح والاحتفالات خلاص وقفت، صب أنت عندك مسمى، مفيش لا هوادة، يوم خميس عندك ماتش، يوم لحد عندك ماتش، ماتشات فصل. معلش يا أستاذ محمود في النقطة دي تحديدا، ولو حضراتكم برضو تشاركونا في هذا الأمر، لأنه أنا الحقيقة وحضراتكم كنتوا دايما موجود معانا، وحضراتكم كلكم كنتوا موجودين دايما معانا، الناحية النفسية هنا بتؤثر وبشكل كبير جدا. أنا جبت الدكتور هاشم بحيري معايا من شوية في المقدمة. ليه؟ لأنه مهم جدا إن جمهور الأهلي يعرف إن أنا كلاعب لما اطلع انا كسبان التاسعة والعشرة في اقل من 7-8 شهور في وسطهم، بلعب مباريات محلية كاس ودوري وكل شيء، ولكن في نفس وسوبر الوقت وسوبر، وفي نفس الوقت انا عندي مباريات دوري. فالنقلة دي يعني الدكتور هاشم قال ان هي صعبة جدا في ظل الضغط الكبير من المباريات. طلعنا بره الاحتفالات وطلعنا بره كل حاجة، والكابتن كابتن نزل ووقف مع اللاعبين بنفسه، ولكن في النهاية في امور بتحطك في الموقف ده. كلام مش مختلف معاك فيه، بس انا بقول لك ايه، انه ده درس مهم بالظبط. النهارده اعتقد يفكرك زي ما انت قلت في الانترو، فكرك بماتش سموحه بالظبط، ده اللي رجع لك الدوري. انت خلاص انت فقدت الصوره خلاص، والماتش خلاص هينتهي تعادل، والدنيا يعني رايحه سكه، فيرجع الماتش. فاللي انا عايز اقول لك ايه، انه موسيماني اكيد النهارده بدا زي ما احنا قلنا في الفتره فاتت، افريقيا وضع مختلف، الدوري المحلي المنافسه فيه اللي معاه بيقولوا له خلي بالك من الوضع عامل والظروف، الى المنافسه المحليه ما فيها حده واصرار تمام ماشي. لكن ده هل ده انه الدوري اللي بقى للبعض حاول يصدر لنا
انه الدوري افضل من بطوله افريقيا. لا مش افضل. لا طبعا ده كلام، خلي بالك الكلام ده ده كلام ايه زي ما حضرتك بتقول كده، ده كلام مش منطقي، فما ينفعش ان انا اتكلم وارد عليه. ما انا بكلمك، خلي بالك لو راح لافريقيا هتبقى هي اهم من الدوري. اه طب ما هي زادت يعني لا ده لو لعبنا دوره رمضانيه مع بعض في هيقول لك دي دوره اهم. فانا الكلام ده الحقيقه انا بتجاوزه ليه؟ لانه في النهايه كلام لا يجب ان احنا نقف عنه، احنا بنشوفه ويعني بنضحك لانه مش من النهارده حصل رد يا كابتن اسلام على الكلام، رد على ايه انه ابناء الاهلي وابناء مش عارف مين الكلام ده. أيوة. شفت تصريحات كابتن احمد كشري بعد الماتش؟ تصريحات يعني جريئه جدا قوية جدا اول مره يعني انا يعني بامانه شديده لا فيها نوع من الانفعال ربما يحاول، لكن هو الراجل عمل ماتش، عمل ماتش كويس جدا، مباراه جريئه جدا طبعا. مدرب على فكره، مدرب ليه مستقبل كبير وعنده فكر وعنده رؤيه ومن الناس المجتهدين جدا. مزبوط. لا يصبح له مش، لكن عاوز اقول لك ايه، ده بيرد على انه ايه يا جماعه انا بدافع عن نفسي. ده كلام اللي حضراتكم قلتوه من اسبوعين او من 10 ايام في المره اللي فاتت، اتكلمتوا بهذا المنطق بالظبط، ان انا كواحد عايز اكسب مش طبعا. عايز حاجه، انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، ولكن انا عايز اكسب النادي الاهلي. لا طبعا. انا كمدرب حتى مدرب طبعا، خلي بالك يعني مما لا شك فيه انه دي بتديله عند النادي الاهلي وعند جمهور الاهلي حسابات مختلفه، وكمان بتقدر انك انت مدرب فاهم واعي. يا جماعه مفيش حاجه، مفيش بني ادم عاقل مهما يكون وصل درجه حبه للنادي اللي هو نشا فيه وتربى فيه ولعب له، انه لما تيجي فرصه ان هو يقول له اتفضل تعالى اكسبني، لا هو بيخسر، محدش يبقى عنده ثقه طبعا. لا الوضع مختلف. من النهارده اعتقد مسابقه الدوري بدات رسميا، يعني بدات رسميا في مباريات صعبه مش هتنتهي. الاهلي عنده باقي له 9 مباريات على ما اعتقد، 10 10 مباريات، ونادي الزمالك عنده 7 مباريات، 8 مباريات، يعني في فارق مباراتين. انت مطالب بالفوز ب 10 مباريات تحسب المسابقه بفارق 6 نقاط.